كحركة هلال الزيرين قدمنا مشروعين فنيين. المشروع الأول هو تدريب للرقص الفلكلوري، والتدريب الثاني هو للموسيقى، موسيقى بكافة الآلات، يعني الموسيقى كمان، طنبور، جيتار. يعني حبينا بعطلة صيفية اللي هي مدتها 3 أشهر، الأطفال اللي حالياً معطلين يعني معطلين وقاعدين بالبيت، نعبي فراغهم بدورات تدريبية بحيث يقدروا من خلال هالدورات ينموا مواهبهم، مواهب اللي عندهم وقدرات اللي عندهم بشكل منظم. يعني نحن بفترة المدارس بنعطي التدريب ولكن ليس بشكل يومي، يعني بيكون بشكل أسبوعي نتيجة الدوام المدرسي، بينما بالعطلة الصيفية حبينا أنه يكون الدورة التدريبية هي عبارة عن فتح مجال أرضية للأطفال، أرضية للأعضاء، مشان يقدروا يبلشوا من هالأرضية هاي ويتابعوا بممارسة الفن تبعهم أو المواهب تبعهم. يعني هذا المشروع قدمناه قبل بسنة لهيئة الثقافة وتم قبول المشروع. على هذا الأساس نحن بلشنا بفتح دورة الرقص الفلكلوري مع دورة الموسيقى. بدورة الرقص الفلكلوري انضم 25 عضوة، 25 عضوة من كافة النواحي. فبهي الدورة كان يعني قلنا مثل ما بيقولوا كنا حابين تكون مغلقة، لكن نتيجة الظروف عملناها مفتوحة لمدة 15 يوم. نتيجة الظروف اللي نحن عم نعيشها حاليا، الأوضاع اللي عم نعيشها، يعني نحن عم نشوف بشكل يومي قذائف على مقاطعة شهبة، وبالذات على قرى عفرين القريبة من الحدود، مثل ما بيقولوا القرى اللي احتلها الاحتلال التركي. فنتيجة هاي الظروف نحن شوي يعني صار مثل ما بيقولوا تغيير بالدورة. على هذا الأساس رغم كل شيء، يعني إنه النزوح، رغم الحرب اللي عم تصير والتشريد اللي عم يصير والتهجير اللي عم يصير، نحن رح نضل يعني نكمل بمشروعنا، رح نضل سواء كانت دورات مفتوحة أو سواء كانت دورات أسبوعية بشكل أسبوعي، رح نضل نكمل بمشروع اللي نحن بلشناه اللي هو إحياء الثقافة، الثقافة المجتمع الكردي، سواء كان المجتمع العربي، المجتمع السرياني أو الآشوري، المجتمعات بكافة مكوناتها، إنه نحن مثل حركة الثقافة واللي بتديرها المرأة أو اللي هي خاصة بالمرأة، رح نضل نناضل ونشتغل بشكل مستمر لنوصل ليكون جيلنا على يعني أهبة الاستعداد، دائما يحافظ على ثقافته ضد الإبادة والانحلال، لأني نحن عم نشوف الحرب اللي عم بتصير بشمال وشرق سوريا هي حرب ثقافية، يعني هي حرب الهجوم على الثقافة، ثقافة المجتمعات اللي عم تعيشها كلها ضمن شمال شرق سوريا. قمنا بفتح هاي الدورات، وهي الدورات ما رح تنتهي، لأني نحن قدمنا مشاريع تانية لفتح دورات بالمستقبل، دورات أخرى بشكل أوسع. يعني بالبداية مثلا أنه يكون مفتوح، مثلا المرة الجاية يكون مغلق، يعني حسب الإمكانيات نحن عم نقدم المشاريع، وعلى هذا الأساس عم نقوم بعملنا بحركة الهلال الزيرين.
نحن اليوم هون مجتمعين لناخذ تدريبنا. تدريبنا هذا فيه رقصات فلكلوريات من جميع انحاء كردستان، رقصات جديدة صعبة علينا، بس نحن عنا اصرار، عنا حماس انه نتعلم اكثر، نتعرف على الرقصات الجديدة. مثل ما شفنا بشمال كردستان كيف منعوا النساء من عقد رقصات يعني مثلا فلكلورية، نحن ما رح نوقف عند هاي النقطة، رح نكمل. عنا اصرار، عنا قوة، عنا ارادة، فما رح اي حدا يحسن يوقفنا انه نستمر بهالتطوير، انه لسه نتعرف على مثلا رقصات جديدة. بهالرقصات بتكون فينا روح حلوة، كل حدا مثلا جاي من بلد، كل حدا جاي من منطقة جديدة، فكلنا مجتمعين بروح وحدة، بإرادة وحدة، بقوة وحدة، وهذا الشيء رح يستمر، ما رح تحسن أي قوة توقفنا. شخام نها پشتی دبستان هاتون گرتن ما دست پرورده ین هنری کر این ما زیاده تر پرورده خادرش کرن این دم ویجن در دوری هفته دروژن هر درسک شش ساعت البر خواده ده این ارمانجه ما اوه این جوه پرورده کو ام این دوه دعطله دبستان ها ده ام گرنگی بدن پرورده هنری ام گرنگی بدن شاگرده خواه ام این درست خواه ام حیا کنه بن این وقت بین حقی وانه کودمه دبستان ها ده خواهد ام دوه دمه ده بدن وان بخواهی کمانه هجماره وان حالیا 15 کسه در دوره یعنی تقریبا نمیشن گی کتن عملی گی پروردین ایدی دست به کمان کردنه تنه سسی چور دست به نظری کردنه لی او به پروردین نی درش و به یعنی به پرورده او جیوید مهد و دست به کمان بکن و پرورده جی برنگ کی پر خوش و سرکفتی در باست به براستی یعنی ما ام گلی که انجام خوش و مزجه دگرن گلی که جران هم زحمتی و دکشینن زحمتی هم دکشینن جی اوه یعنی پر اندام شاگرد شاگرده ما پرن هجماری که پر مازن تین ام بیجن تین منظاری دبن دگیرن آسته عملی و ایدی دست به امور بکن دست نوانده یعنی دست جوه کاری بردن دست جوه پرورده خواه بردن سادم جی اول کو یعنی نکره آمور بینش به وجه یعنی ام بیجن اره هجمار پر لی نوکی ام دخوزن نوکی اندام تین یعنی هجمارک دست بکی هجمارک پر مازن تین لما دوی دو دست جی بردن جی بر کنه کنن آمور بینن یعنی حیانش دستی ما درد کفه ام هاول دن بوان را ببن آلی کار ام هاول دن وان یعنی بکشینن آلیه خواه ام وان دخن کومی دسترانا یا گوونده یا جی وانا دنو تا دهین پیش دخینن حیانی کو چارستریک دیدن.